إن شاء الله في الفيديو ده نقدم لكم موبايل مميز جدا من شركة موتورولا، هو الـ Edge 50 Version. في الفيديو ده تعرف كل حاجة عن الموبايل، تعرف مواصفاته، تعرف مميزاته، تعرف سعره، وتعرف كل حاجة عنه. مش هتخرج من الفيديو ده إلا وأنت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل. خليكم معانا لآخر الفيديو، متنسوناش من اللايك الجميل. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة هنتكلم عندي هنا عن التصميم، تصميم الموبايل تصميم شيك جدا. الظهر بتاعه جاي من السيليكون بوليمر، بيديك كده ملمس الجلد، والفريم جاي من البلاستيك. الموبايل عندي مقاوم للمية والغبار بشهادة IP68، يعني مقاومة كاملة للمية، مش مجرد لرذاذ المية بس. يعني الموبايل لو وقع منك في المية لمتر ونص لمدة 30 دقيقة مش هيجراله أي حاجة، ودي حاجة كويسة جدا. فالموبايل ككل موبايل ممتاز جدا بالنسبة للتصميم. أما لو هنتكلم على الشاشة فهي من نوع OLED، القياس بتاعها 6.7 بوصة، والدقة بتاعتها 2400 في 1080 بكسل، كثافة بكسلات 393 بكسل لكل بوصة. الشاشة دي أقصى درجة سطوع بتوصل لها 1600 شمعة، وده رقم كويس. معدل تحديث 144 هرتز. الشاشة دي عليها طبقة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس 5. الشاشة دي شاشة مميزة جدا ومفيش أي تعليق عليها. اما لو هنتكلم على السوفت وير فهو احدث حاجه حاليا هو اندرويد 14. اما لو هنتكلم على المعالج في الموبايل ده هو من شركه كوالكوم، هو السناب دراجون 7 اس جين 2. ده معالج ثماني النواه، دقه التصنيع بتاعته 4 نانومتر، والمعالج الرسومي اللي موجود فيه هو الادرينو 710. المعالج ده معالج كويس جدا وهيسد معاك في كل حاجه. اما لو هنتكلم على الكاميرات فالكاميرا السيلفي 32 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 2.5، وبتدعم ال HDR وبتصور معاك فيديوهات لحد 1080. الكاميرات الخلفيه هما كامرتين، الاساسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 1.9، ودي فيها مثبت بصري، والكاميرا الثانيه 13 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.2، ودي بتاعه الالترا وايد او التصوير بزاويه واسعه. الموبايل هتلاقي هنا فيه في الخلف فلاش، والكاميرات الخلفية بتدعم ال HDR والبانوراما وبتصور معاك فيديوهات لحد 4K. كاميرات سواء الأمامية أو الخلفية هيديك أداء كويس جدا. أما عندي البطارية فهي 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 68 واط، يعني هتقدر تشحن الموبايل ده من 0 ل 50% في 15 دقيقة بس. الموبايل عندي هنا فيه سماعات ستيريو، للأسف مفهوش منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات، مفهوش راديو اف ام، في ان اف سي، مفهوش مكان لتركيب كارت ميموري. والموبايل عندي نزل بأكتر من إصدار أو أكتر من نسخة. النسخة الأولى اللي هي 128 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام، والنسخة التانية 256 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام، والنسخة التالتة 256 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجا رام، والنسخة الرابعة 512 مع 12 جيجا رام. سعر الموبايل ده لأقل نسخة هو $390 أو ما يقابل الرقم ده في عملة بلدك. طيب سريعا كده هنستعرض ايه هي أهم العيوب في الموبايل ده وايه هي أهم المميزات، بحيث ان انت تبقى شايف كل حاجة وانت بتشتري وعارف الموبايل ده ايه عيوبه وايه مميزاته. لو هنتكلم على العيوب هنا، الموبايل مفهوش مكان لتركيب كارت ميموري، مفهوش منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات، الناس اللي بتحب الراديو مفهوش راديو اف ام. بالنسبة للمميزات بتاعت الموبايل ده ايه هي؟ اول حاجة تصميم شيك، مقاومة للمية والغبار، ودي مقاومة كاملة مش مجرد لرذاذ المية بس. عندك شاشة مميزة جدا، احدث سوفت وير موجود معاك اندرويد 14، عندك معالج قوي وهيسد معاك اللي هو السناب دراجون 7 اس جين 2، عندك مساحات تخزينية كبيرة، عندك كاميرات هتسد معاك سواء الامامية او الخلفية، عندك في سماعات ستيريو، عندك في ان اف سي، عندك في بصمة تحت الشاشة، في فيس انلوك، عندك بطارية كويسة جدا اللي هي 5000 ملي امبير مع قدرة شحن 68 واط، يعني هتقدر تشحنها في 50% في 15 دقيقة بس. كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل، اتمنى يكون الفيديو عجبكم.